يلا سمبو ابو عبد الله. صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل على محمد. قبل شوي احنا قرانا قصه موسى عليه السلام مع بني اسرائيل في واقع ذبحه البقره. معي اسامه. بالضبط. ذبح البقره. طبعا كلنا طلعنا على القصه وسمعناها انه رجل من بني اسرائيل قتل فيبغى يعرفون من قاتله. فجو الى نبي الله موسى فقالوا اذبحوا بقره واضربوا في بعض منها يعيده الله باذنه للحياه باذن الله سبحانه وتعالى فيعلمكم من اللي قتله. نعم. هذه القصه المعروفه. يحكى في الاسرائيليات ان رجل صالح من بني اسرائيل. نعم. الرجل هذا كان من العباد بني اسرائيل ومن الصالحين عندهم. رزقه الله بولد. فكان الرجل هذا عنده يعني زي ما تقول عجل صغير، تمام، عجلة صغيرة. تعال استرح ابو البتول. عنده عجلة صغيرة، العجلة هذه حس بدنوم اجله فراح الى غيضة. الغيضة هي الفيضة او المكان الجبلي المحصور، فهمت علي، بحماية وربيع للغيضة ذي. فراح وأودع العجلة هذه في الغيضة، أودعها عند الله سبحانه وتعالى. قال اللهم أنا استودعك هذه العجلة إلين يكبر ابني ويجي ويأخذها. فالولد هذا ابنه كبر، شب وكبر واشتغل حطاب، فكان من الصالحين. كان الابن هذا يحطب ويبيع، فلما يبيع قيمة الحطب اللي هو يبيعه يعطي أمها الثلث ويأكل هو وأمه بالثلث ويتصدق بالثلث. تمام. وكان ينام الليل، ينام ثلث الليل ويصلي أو يقوم ثلث الليل ويسهر على رأس أمه ثلث الليل. كان من الصالحين. فلما شب وعرف العلم وكذا قالت له أمه يا ولدي أنا بقولك شيء، أبوك كان موصي بوصية والآن أنت شبيت فأنت حقك تأخذ وصية عندي، فتأخذ وصية أبوك سواء شئت أنك تبيعها وتتجر فيها أو أنك تتزوج وكذا. قال وش الوصية؟ قالت أبوك أودع لك عند الله سبحانه وتعالى عجلة والآن أصبحت بقرة في غيضة كذا وكذا. تروح للغيضة هذه وتنادي على البقرة هذه، صلحت بقرة هي، فلما تجيك تناديها تقول باسم إله موسى وإبراهيم أن تأتيني طائعة. تمام. فبتجيك البقرة، إذا جتك البقرة حط برقبتها خطام وقدها لا تركبها وتعال. كزي الولد بار وطائع، فراح للغيضة هذه وتلفت غيضة معشبة ومشجرة ما لقى البقرة، فقعد ينادي باسم إله إبراهيم وموسى إلا أن تأتيني صاغرة إلا أن تأتيني مطيعة. شوي إلا جت البقرة تهدف من بعيد، فوصلت البقرة عنده فحط الخطام الحبل في رقبتها بيقودها، فمشى معها شوي. كانت تكلمها البقرة فتقول لولا أن صعدت علي أحسن لك، أركب على ظهري أريح لك، أن كلنا ماشيين أركب على ظهري خلني أوصلك. قال لا أمي ما قالت لي أركب على ظهرك، أمي قالت قودها برقبتها حتى تجي عندي، الآن أنا ما أركب على ظهرك. قالت نعم والله لو ركبت على ظهري ما استطعتني، ما قدرت علي، لو ركبت على ظهري ما قدرت علي، لكنك أنت من الصالحين، والله لو دعوت هذا الجبل لأتاك. طبعا هذه من الإسرائيل. الولد جاء عند أمه قال هذه البقرة أحضرتها. قالت أمه كم سعر البقر بالسوق اليوم عندنا؟ كم سعر البقر؟ قال سعر البقر دينارين ونص، 3 دنانير إذا زادت، يعني إذا زين السوق. قالت أجل تروح للسوق وتعرضها للبيع، إن جابت 3 دنانير تشرط على المشتري أنك ما تتمم لها البيعة حتى تعود لي. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملك على هيئة رجل فجال السوق، فقال بكم البقرة؟ قال والله السوق عندكم. فقال ب3 دنانير. قال شريطة أني أشاور أمي، ببيعك ب3 دنانير لكن شريطة أني أشاور أمي. قال لا ب6 دنانير ولا تشاور أمك. قال والله لو دفعت وزنها ذهب ما أعطتك إياه لين أشاور أمي. رجع لأمه قال والله حصل كذا كذا وإنه قال لي كذا، قال لي ب6 دنانير ولا تشاوره وإني رفضت إلا أشاورك، والآن وش أقول؟ قالت عد إليه تمام وقل له ب6 دنانير شرطني أشاور أمي، خليه إذا جاك روح للسوق بيع أنت ب6 دنانير واللي يجي يشري يشرط عليه، وإذا جاك هو نفسه قال له بشاور أمي. فيوم جاء من بكرة ولي الرجل موجود بالسوق ينتظره، فجاء قال ها قال والله قال يا رجال ب6 دنانير اعطيك اياها الحين. قال مو مشكله لكن بشاور امي. قال ب12 دينار ولا تشاورها.
قلت 12 قد قيمتها خمس مرات اربع مرات. قال لا والله ما انا امي شرطت علي فاعذرني. قال طيب راح لامه يوم جاء قالت نفس الرجل. قال نفس الرجل قال قال لك نفس الكلام. قال لي نفس الكلام. قالت ابني ان هذا الا ملك اللي يقول الكلام هذا, ان هذا الا ملك, لكن ارجع له من بكره تمام وقل له امي تقول لك نبيع البقره ولا ما نبيع, عطنا النهايه البقره الان عندها نبيع ولا ما نبيع. كل هذا وهم ما يعلمون عن حادثه بني اسرائيل مع موسى. جاء الملك قال لها امي تقول لك نبيع البقره ولا ما نبيع. قال لا, ادخلوا البقره في البيت وغبوها لا احد يشوفها حتى ياتيكم من موسى نبأ, فإن أتاكم اشرطوا عليه أن يكون ملي جلدها ذهب وقيل وزنها ذهب وقتها تبيعون. يا الله قال خلاص. شوف حكمه, لما جاء السوق الناس شافوا البقرة, البقرة بني إسرائيل شقوا على أنفسهم في مصر. شفت لو جابوا بقرة صفراء وذبحوها انتهى الموضوع, لكن شقوا على أنفسهم حتى جتهم المشقة. وش البقرة؟ لا اشتغلت بالمزارع ولا دبت مع دباش ترعى, بقرة زي ما تقول متوحشة لكنها نظيفة ما فيها لا جروح في جلدها ونظيرة. هذه البقرة تنطبق عليها المواصفات. فشافوها بعض بني إسرائيل في السوق, فلما قالوا نبي بقرة الآن أنتم شقتها, قالوا البقرة موجودة عند فلان اليتيم روحوا له. فلما جوا عنده قالوا بعنا البقرة, قال لا ما نبيعها. بيع البقرة, قال لا ما نبيعها. فلما جاء نبأ من موسى قال بيع البقرة قالوا بملء جلدها ذهب وقالوا بوزنها ذهب. فباعها الولد هذا بوزنها ذهب. يا الله ليش باعها؟ عشان بني إسرائيل شقوا على أنفسهم. نبي نجي احنا فيها شقين, هي هذا الشق الأول للقصة اللي ممكن قليل منكم قراءها. الشق الثاني أساس القصة وشو؟ أنه في رجل من بني إسرائيل, الرجل هذا مغنيها الله ولا له ورثة, ما له إلا ولد عم, وكأن ولد عمه هذا فقير, وكأن ولد عمه تباطى أجل ابن عمه ذا ما مات فقام وذبحه في مكان ما حد يراه فيه, قيل في خرابة وقيل في مكان ما حد يراه فيه عشان يورث. فشاله وألقاه في ملعبه أو مكان يتمعون فيه بني إسرائيل يلعبون في صبيانهم, فألقاه هنا. وجاهم بكرة قال قتل ابن عمي, فقعد ما هو بس مكتفي بالورث يبي يديه, قتلت بني عمي ولد عمي عطوني ديته بعد. عرفت علي؟ يبي يبعد التهمة, يبي يبعد التهمة عن نفسه. فلما ابتلشوا احتكموا إلى موسى عليه السلام. فلما جاءت سياق القصة اللي قرأناها اليوم حنا, فهمت علي؟ فانتهت. الولد هذا أغناه الله من فقر, من يوتيوب فقر, لكن كان بار بوالدين, كان صالح, كان عابد. هذا شيء ذي قصة, هي نفس القصة, والأساس فيها أنه هذا قتل ابن عمه تمام. فلما راح يطالب بالثار قالوا ما ادري من يذبحه, لو عرفنا من اللي يذبحه اعطناك ثاره, حكمنا عليهم يدفعوا لك الديه, لكن احنا ما ندري. فاحتكموا الى موسى, فجاء اللي هو النص الايه الصريح يضربوا امر الله بذبح بقره هم استغربوا ليش بقره, لان لما ذبح البقره وضربوا ببعضها قالوا ضرب بعضها الا الموتى, فهو رجع حي وقال لهم من قال هذا اللي قتلني ولد عمي. رجع مات. هذا شق القصة, اللي عقدوا أنفسهم بني إسرائيل فاشتروا هالبقرة بوزن هذا, فهم سبحان الله فتنهم الله جميعا. يعني جاء قالوا له فلان ميت, قالوا موسى عليه السلام اذبحوا بقرة, هو مش صاحي إيش علاقة ذبزة يعني؟ أنا يقول لك هذا ما تقول اذبحوا بقرة, ما في علاقة بالأمر. ولو تلاحظ بداية الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, يعني أي بقرة, خذوا أي بقرة واذبحوا. لما بدهم يسألون وصلوا لأوصاف مي موجودة, مي سهلة, لا بارد ولا بكر عضان بناك لا ذلول تثير الأرض وتسقي الحرث لا إيه. فشوف يعني وصلوا إلى مسألة يعني بقرة يلا حسب وصف النبي زي ما قال أبو عبد الله. ليش؟ لأنه في آية سبحان الله ثانية مستضافة لهذا الموضوع, يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤلكم. يا أخي أحيانا واحد نفس مثلا أيام الدراسة لو تفتكروا بعض الدوافير اللي يجيك يسأل سؤال مدرس ما تكلم عنه, يا أستاذ طيب هذيك المعادلة لو سوينا كذا بتجي معانا في الاختبار؟ اي معكم يا اخي, اي معكم. ليش؟ لانه خلاص انت ذكرتها خلاص يا اخي, لا تسالوا عن اشياء ما كانت موجوده. ما هي كانت موجوده حشرت انا فعلا. هذه الايه اللي طبقناها والله ترى عشان تسالكم حتى في المعاملات. رايت احيانا يعني موقف او تظن انه يعني ظاهره كذا ممكن يكون باطنه, حتى ظاهره جيد او باطنه ما هو جيد, لا تسال عنه خلاص, خليك على الظاهر.